السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. رجوعا لطلب مجموعة من الأخوات اللي معايا في اللي كيهضروا معايا دائما في واتساب ولا فيسبوك ولا في الجروب ديال الحوامي الفيسبوك، دائما كيسولوني على شنو هو الريجيم ولا شنو هي الطريقة اللي خصنا ندخلو بها الكرش بعد الولادة. هاد القضية اللي كيعانيو منها جميع السيدات بعد الولادة، إلا واحد الفئة قليلة اللي ما اللي يعني ما كيعانيوش منها. نقولهم سعداتكم. انا شخصيا صراحة كنعاني منها، مازال لي شي شوية، ولكن الحمد لله غادية في الطريق باش انني نتهنى منها ونتخلص منها. بديت واحد الريجيم وحيدت عليا، نفضت عليا العجز، وبديت حتى السبور. انا غادي نشارك معكم الريجيم اللي عطات لي الكوتش اللي كندير معاها السبور. عطات لي واحد الريجيم اللي هو صراحة نفعني صراحة. الله، طيحت 2 كيلو في سيمانة. فرحت بزاف صراحة، والله قسم الا فرحت بزاف لهاد 2 كيلو هادي اللي طيحت. عجبني الحال، حيت يعني قلت الحمد لله داك المجهود، حيت راكم عارفين فاش كتجيبوا واحد المدة انكم ما كديروش سبور وكتاكلوا اللي بغيتوا، يعني واحد المدة طويلة، وكتجي في واحد الوقت خاصك تبدل، خاصك دير شي حاجة، كتجي شي شوية صعيبة. وصراحة فرحت براسي بزاف، لأن هذا بالنسبة لي إنجاز حققته. حيتاش أنا في الحمالة ديالي وصلت ل85 كيلو، مورا ما ولدت وصلت 75. من بعد النهار اللي بديت فيه معها الكوتش حليمة اللي خطيها، النهار اللي بديت معاها وزنتني 72 كيلو. كملت الاسبوع الاول من الريجيم والرياضه، وزنت لقيت 70 كيلو. دابا هذا الاسبوع الثاني اللي عندي في الريجيم، غادي يتسالى ان شاء الله هذا الاسبوع ونعاود نوزن ونشوف واش طيحت حتى هاد السيمانه 2 كيلو ولا زقلتها. ليسونسييل هو ان هاد الريجيم يعني نفعني، وكان طيح واخا صراحه اثر لي شي شويه على الحليب، حيت نقص لي شي شويه. حيت علاش نقص لي؟ انا مع الاسف من النوع اللي اون فوا كنقص شي شويه الماكله على الاستوما ديالي، صافي الشهيه كتمشي لي. ويعني من النوع اللي الماكله ديالي ما منظماش مخربقه، يعني خصني بحال مثلا الا فقت الصباح مشيت للخدمه راه ما كنفطرش، ما كنفطر روتار، خصني حتى نرجع من الخدمه عاد نفطر. يعني عندي بزاف، عندي الماكله ديالي ما منتظماش، داكشي علاش تاثر لي شي شويه الحليب. غادي مهم ما نكثرش لكم الهضره بزاف، ونبدا على بركه الله في الريجيم. بعد السبور خصكم على الاقل ديروا واحد 3 المرات في السيمانه، هذه الحاجه الاولى. واخا الا ما درتو والو، مهم ديروا حركات في ديوركم، تخرجوا تمشاو، مهم ابسط الاشياء اي كما كنقولوا اضعف الايمان، تخرجوا تمشاو لا مارش واحد الساعه في النهار. مهم تعاونوا بها الريجيم. شنو اول حاجه عطاتها لي؟ هي قالت لي واحد مثلا واحد 2 ساعتين قبل ما تفطري تفيقي بكري، بحال مثلا كنتي تفيقي مع 8، تفيقي مع 6 الصباح، تشربي واحد الكاس ديال المدافي وتعصري فيه واحد الليمونه حامضه وتشربيه على الريق. بالنسبه للماء قالت لي تقدري تشربي حتى 5 لترو في النهار الا قدرتي عليه. بطبيعه الحال انا ما كنقدرش نشرب 5 لترو، الا حيحت كنشرب 3 لترو، الا حيحت 5 لترو ما كنقدرش عليها. عندي الوجبه ديال الفطور فيها 3 ديال التمرات وكاس ديال الحليب وبيضه مسلوقه. عندي السناك يعني الاخر الكوتي مورا الفطور، كتاخذ واحد 2 ساعة ولا 3 سوايع مورا الفطور كتاخذوا الشوفان. الا كنتو فاطرين بحال مثلا بالحليب في الفطور، تقدروا تشربوا كاس الحليب، كاس اتاي، كاس القهوه. المهم عندكم اختياري في هاد الكيسان، يعني ليسونسييل يكونوا ما فيهمش السكر. في السناك كما قلت لكم تاخذوا الشوفان. الشوفان يكون مثلا الا فطرتوا بالحليب الشوفان ديروه هي بالماء، ولكن لو كنتوا فاطرين باتاي ولا بالقهوه تمكن لكم ديروا الشوفان بالحليب. في الغداء قالت لي ناكل 100 غرام ديال البروتين، 100 غرام تكون طايبه، بحال مثلا ملي تشريوه تكون 250 غرام، بحال مثلا كفته ولا لحم صدر الدجاج ولا اللحم. المهم يكون 250 غرام ديال البروتين قبل ما يتوزن، قبل ما يطيب. والرز 100 غرام تكون طايبة، وسلطة ديال الخضرة. الفاكهة عندي الحق في فاكهة وحدة في النهار، تفاحة. في السناك الثاني يعني في الكوتي ديال العشية قالت لي ناكل اللي في خبيسك، حيت انا كنرضع، يعني قالت لي تقدري تاكلي، مهم
تاكلي شي شويه. المهم قالت لي واخا تاكلي غير 7 الحبات في النهار، حيت انا ما عنديش معاهم. قالت لي تاكلي واخا غير 7 الحبات راهم كافيينك. في العشاء قالت لي ديري لا سوب ديال الخضره وناكل معها واحد بيرلي دانون بيرلي. هذا هو الرجيم. تبقاو في الغداء تبدلوا لي بروتين كل مره، تاكلوا حاجه. وصراحه والله القسم الا نفعني، انا كيما قلت لكم والله العظيم الا طيحت 2 الكيلو في السيمانه. وانا مع الاسف هاد السيمانه الثانيه ما حافظتش على الرجيم. كي قلت لكم تبلعت لي الشهيه في مره، ما قدتش ناكل، كناكل شي شويه صافي كنلقى راسي تسقمت، كنحس راسي فيا الجوع فيا، كنوض ناكل صايي ما كنقدرش، يعني تسقمت لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. داكشي علاش اثر ليا حتى الحليب. بغيت نريكوبيري شويه، كنحاول دابا كنزقل شي شويه الريجيم، كناكل شي حويجات بحال مثلا اللي كيعجبوني باش هكا غير الجسم ديالي يرجع يريكوبيري. وهذا هو الريجيم اللي طلبوا مني بزاف ديال البنات انني نشارك معاهم، ولكن ضروري خاصكم تعاونوا بالسبور. هذا هو درت لكم فيديو ديال اليوم غير على هذا الريجيم هذا اللي درت، ونتمنى انه يعجبكم وتجربوه وتنتوما تطيحوا الوزن وتنقصوا من الكريشه ان شاء الله. وتهلاو ليا في راسكم وليتكم سعيده. بسلام عليكم.